السلام عليكم إبراهيم، وعليكم السلام ورحمة الله. كيف أحوالك؟ يا أخبارك باشمهندس؟ تمام والله، كيف يومك كان؟ والله الحمد لله جري. طيب الحمد لله قدرت وصلت للبيت. كويس، تمام هاي عملت مجهود جبار جدا. نعم تمام ممتاز. طيب هاي بعد ايوه كتبت لك تيل مي اباوت يور سيلف يا ابراهيم، في رايي في تقديري ممتازه، ان شاء الله يا رب يعني واثق فيك جدا. انا اقول باذن بالمناسبة الله، يعني زول يتصل بيك تقول له، الريكروتر يعني اتصل بيك بتقول له بوديك النكست ليفل. انا متأكد من كلامك. لانه انا قريت الريزومي، انت خبرتك ممتازه، اشتغلت يعني في السودان في الاي ان سي، واشتغلت في نيو ليفل، واشتغلت في زين، لكن الريكروتر لا بيعرف الاي ان سي، لا بيعرف نيو ليفل، لا بيعرف زين. حقيقة فانا عشان كده ركزت في التيل مي اباوت يور سيلف انه نوريه، لان دي كلها جهات ريسبكتد، يعني الاي ان سي شغل بتاع نافيجيشن، بتاع اير بلينز، بتاع ملاحه جويه، بتاع كده. زين اكبر شركه اتصالات مش في السودان، في المنطقه كلها. فدي يعني انت اشتغلت في شركات، يعني في شركات كبيره جدا. فلكن لما تكتب زين واي ان سي ونيو ليفل في الريزومي، الريكروت هنا ما سمع بالاسامي. فانا ركزت في التلم اباوت يور سيلف، نوضح له بالضبط اي ان سي دي شنو، ونيو ليفل شنو، وزين شنو. فانا هقول لك الشيء اللي كتبته بناء على الكلام اللي انت قلته لي، اللي هو نفس كلامك يعني، لكن بس احنا اشتغلنا مع بعض في البرزنتيشن. فهتقول I started in technology after I completed my bachelor's from Future University. Then I started as an intern at the Air Navigation Center, which is the air navigation service provider for the country. It provides air navigation services for all operators within Sudan's airspace. For 2 months, I was determining airplane frequencies via radar, ensuring each plane had a dedicated allocated frequency for communication with pilots, and providing navigation instructions and open space for each plane with no interference. My experience at the navigation center was a rich experience. I learned a lot in terms of aeronautical and air traffic management systems. Aeronautical دي شغل بتاع الطيارات مش كده؟ ممتاز. You may be the best telecom engineer, but you're not going to have the networking experience unless you work for an ISP or a professional services provider. For that reason, I moved to new level. I worked in the network engineering team responsible for the design of customer IP networks and the rollout of IP services to different customers across the country. Then I became a dedicated site engineer to their top customers, a university hospital. لأن هم بعدك شغلوك مع الهوسبيتال مش كده؟ سهلة يعني. Then I moved to Zain, the largest mobile operator and ISP in the region, and a transit provider for all internet traffic originating from emerging markets in Africa and the Middle East to Europe and the rest of the world. I started as an RF drive test intern, testing signal quality, interference, and enhancing coverage, capacity, and quality of service of the mobile radio network. فدي هنا تقول للريكروتر، طبعا هتحفظ الكلام ده، يو براكتس كم مره، تقول للريكروتر هنا وضحنا له يعني الجهات اللي انت اشتغلت فيها دي. هسه احنا زين عرضناها انه كل الترافيك اللي في الانترنت دي الجاي من الايمرجنج ماركتس. ايمرجنج ماركتس هي شنو؟ ايمرجنج ماركتس دي يعني حسب الفهم هنا بتاع امريكا، الايمرجنج ماركتس دي افريقيا والميدل ايست، بيقولوا عليه الايمي ريجن، emerging markets, Middle East and Africa، بيعتبروا دي emerging markets. فنحن قلنا زين
شايله كل الانترنت ترافيك من الايمرجين ماركتس دي، من افريقيا ومن الميدل ايست، وبعدين بتوديها ليوروب وباقي العالم. ودي حقيقه زين اكبر اي هو صح موبيل اوبريتر، لكن برضو اكبر اي اس بي في المنطقه، فهم ترانزيت بروفايدر، يعني they're providing internet service حتى لدول كتير في افريقيا. فدول كتير في افريقيا تواصلهم مع باقي العالم، مع يوروب، مع الانترنت، مع باقي العالم كله عبر زين. فهم اكبر موبيل اوبريتر، في نفس الوقت هم اكبر اي اس بي، بيقول عنه ترانزيت بروفايدر. ترانزيت بروفايدر دي الشركه الضخمه اللي بتنقل الانترنت ترافيك من دوله لدوله، من مكان لمكان، من قاره لقاره. فنحن لما نقول زين largest mobile operator و اي اس بي وترانزيت بروفايدر، هنا بتوضح بالضبط زين دي شنو. وزين دي اكبر من شركات كثير جدا هنا في امريكا. فلكن انت بس في الريزم لما تكتب بس زين كده ما بيعرفوها. ما يعرف ولا ايه صح. ايوه طيب، الكلام اللي قلته ده هل مطابق تماما لخبرتك وللرزم والكلام اللي انت قلته لي، ولا بتفتكر ممكن نطوره اكتر؟ نطور من أي ناحية؟ هو طبعا يعني هي دي الخبرة، دي الخبرة اللي أنا عملتها في السودان، نعم ودي الفيلد اللي أنا اشتغلت فيها بنفس اللي أنت الطريقة اللي أنت شرحتها. طيب بس تمام، نطور ممتاز ممكن، إيه ممتاز ممكن نطور في بطريقة عرضها مثلا لو أنت حاسي. ممتاز. يعني اذا ما هو شنو هو طريقة العرض هسه؟ يعني انا شايف انه اي ريكروتر التصويبات كتير منهم لما تقول لهم ترمي اوت يور سيلف دي طوال، حيودوك للنكست ليفل، حيودوك المرحله اللي بعدها. فلكن انا كنت سالتك ليه؟ عشان انا داير انت تكون مرتاح وتكون شاعر انه دي فعلا خبرتك، وانا فعلا الكلام ده كتبته بناء على الرزم بتاعتك وبناء على الكلام اللي انت قلته لي، مش كده؟ فانا داير الاحساس ده يكون عندك، لان انت لما تكون شاعر انه دي فعلا خبرتك حتكون مرتاح في الانترفيو اكتر. أكيد طبعا في الأخير أنت ذا الفيلد اللي أنت بعدين حتى حنتقل للتكنيكال انترفيو في نفس الفيلد اللي أنا اشتغلت فيه. ممتاز بالضبط. أيوه ففي اي سؤال ولا واضحه 100%؟ نعم واضحة جدا. ممتاز. فاذا الليله معناها كل خفيفه. يا أخي ما يجمعني منك كده، ما كفاية والله. بتكلم معاك بالتليفون. ماشي تمام. سلامات حبيبي، سلامات يلا الله يخليك، السلام سلامات عليكم، ثانك يو، سلامات يلا باي. سلامات.